التنمية، حيث بدأ أبدأ والفداء سينا الأبية قد قبلت الأنبياء. اللي اتعلمناه كلنا كناس خبراء ومتخصصين، عشان تأمن أي مكان من أطماع الطابعين، مش إنك أنت فقط تحط فيه أقوى الجيوش وأكثرها تنظيماً وتسليحاً، كل ده ما يغنيش عن إنك تنميها. الشيء الوحيد اللي يحمي أي مكان إنه يكون مكان تم تنميته وتم إشغاله وتم تعميره، بحيث لا يستطيع أحد بعد كده إنه يفكر ولا يحط في أحلامه إنه يبقى هذا المكان مطمع ليه. احنا نتمنى ان هي تتم في اسرع وقت بالطريقه اللي هو اشر عليها باذن الله، لان هي دي ان شاء الله اللي هتفيدنا وتفيد اولادنا وتفيد الاجيال الجايه. احنا عانينا من الحروب ومن الارهاب السنين اللي فاتت، والنهارده الحمد لله احنا بننعم باستقرار وامن في شمال سيناء، وحضرتك موجود معانا، فان شاء الله الايام الجايه باذن الله تبقى سيناء من احسن الاماكن في جمهوريه مصر العربيه. انتهينا من الحرب الكبرى اللي حرب ضد الارهاب وانتصرنا الحمد لله، وان شاء الله احنا ايد بايد وجهد بجهد مع القوات المسلحه ومع الدوله في كل المشاريع التنمويه اللي سمعناها من دوله رئيس الوزراء دلوقتي، حاجه مشرفه وخطه ممتازه اسلقت صدورنا صراحه يعني. ونتعهد احنا كابناء شمال سيناء بالوقوف بجانب مشاريع الدوله حمايه وتنفيذا